التقيت بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة السيد عبد المجيد تبون، وفي مستهلي لقاء أبلغت فخامة السيد الرئيس تحيات أخيه وصديقه فخامة السيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكان لقاء على مستوى عالي، وعبر لي وأكد لي فخامة السيد الرئيس عن الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر حكومة وشعبا للدفع بعلاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والعمل الدائم لتطوير وتعميق هذه العلاقات. وحملني في الأخير لإبلاغ تحياته لفخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني، وسيكون مسرور استقباله حسب التاريخ الذي يحدد في بلده الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وكذلك طلب أعطانا التعليمات فخامة السيد الرئيس أن نعطوا الدفع للتعاون بين القطاعات، وأعطانا التوجيهات الأساسية لتطوير ذلك التعاون القائم من خلال لجنة ثنائية مكلفة بتسيير الحدود بين البلدين. وشكراً.